كنا خدامين في النقل الممتاز، وهذاك السيد ديال ممثل الشركه ضحك على عباد الله ما قارياش، وقال لهم غتمشيو تسيني وسينا ولقاو 40,000 ريال في العام. قال لك اودي سيروا لاكيس باش تاخذوا فقدان الشغل ديال 6 شهور. جينا بداو كيقولوا لنا النقاط، ما النقاط لنا ضارب 11 عام، ضارب 14 عام، 16 عام، 18 عام، ضيع هكاك هباء منشور لا ريال لا جدريال. اش غيدير هذا السيد؟ عنده طريطه، عنده مرض، عنده موضه، وعنده كرا، اش غيدير؟ قول لي اش غيبغي. تنعرف انا واش هاد الدوله فيها حقوق يعطيونا، بقاو كيجرجروا فينا. اليوم النقاط هذه لا ما غتستافدش لا ما لا حق لا باطل اخويا، هذا هو السبب. وشي عطاو وشي ما عطاوش، اللي خدام قليل عطاو، واللي دار 16 عام 18 عام ما عطاوش. قال لك لا النقاط عندك ما واصلينش، ما فهمناش حنا هاد فقدان الشغل ديالهم كيدير. انا سيده كنت خدامه في شركه ليكس كقابضه، كنا خدامين ضربه معاهم 11 عام. هاد السيد هذا خرجنا من عنده بلا حق بلا والو، عطانا استقاله على تفلى علينا، عطانا وعود كاذبه، قال لنا غنخدمكم، استقلنا ما خدمنا ما والو، كذب علينا. دابا جات واحد استفاده ديال فقدان الشغل، شي استفاد وشي ما استفادش، رغم اننا كنا كندخلوا من باب واحد، كنا كنفيقوا في 4 الصباح، كنا كندخلوا من باب واحد، علاش شي يستافد وشي ما يستافدش؟ دابا كنطالبوا من سيدنا ينصفنا ويعطينا حقنا، حنا بغينا حقنا، بغينا هاد الناس هادو اللي سادين الباب في وجهنا يديروا معنا حل. راه جينا هادي هي المره الرابعه وحنا كنجيو، ما داروا معنا حتى حل. سيروا ديروا هادي، سيروا ديروا هادي، سيروا دي. وعود كاذبه، وعود كاذبه. حنا كنطالبوا من الملك، من جلاله الملك ينصفنا، كنطالبوا من جلاله الملك ينصفنا يعطينا حقنا، وكواك الحق. حنا باغيين حقنا، ما بغينا حتى شي حاجه. هاد الناس هادو كيقولوا لك ما عندناش 260 نقطه، حنا ما بغيناش يدوا معنا في كوفيد، يدوا معنا في شحال هادي اللي كنا خدامين، البرد فينا والشتا فينا والشفاره فينا وكل شيء فينا. علاش غيتحاسبوا معنا على دابا على كوفيد؟ ما يتحاسبوش معنا، يعطيونا داك الشيء اللي خدمناه شحال هادي. كنا كنخدموا 4 ايام كياخذوهم يومين ويعطيونا حنا يومين، دابا كيقول لك سيري 260 نقطه، يعطيونا حقنا. حنا بغينا ديالنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. 6 شهور ديالنا نتخلصوا فيها. السلام عليكم، انا من الناس اللي كانوا خدامين في ليكس ترونسبور. اصلا حنا عندنا مشكل في الشركه، كان كيخدمك نهار هي ونهار لا. كنا في الاول كنخدموا يوميا، مني حيدوا الطوبيسات ولا كيقول لك تخدم نهار هي ونهار لا، ولا الشركه ما ديكلاراتش بالنقاط. حنا اشنو ذنبنا؟ حنا شافينا الشفاره فينا، كنوضوا مع 4 الصباح، ودابا لاكيس اصلا ما كانتش كتعقل على عباد الله، ولو تخدم غير 5 ايام كتدي لك كتخلص، هي كتقطع الاقتطاع ديالها. يعطيونا حنا غير داكشي اللي كانوا كيقطعوا لينا، حنا ما بغيناش 2 مليون ومليون ونص، حنا يعطيونا غير داكشي اللي كنستحقوا، باش كنا كنتخلصوا.